الزواج بتخلي عملية الإنتاج أو عمليات إنتاج البيض يعني كبيرة بتكثفها. كمان في حالة في برضو في مواسم تزاوج في مواسم تزاوج السمك برضو أيضا بتساعد على إنتاج بيض أكتر للسمك. هنا بتتباع في سوق الجمعة طبعا الكيلو هنا غالي فبيبدأوا ان هم يبيعوها بالواحدة، بيبيعوا اللي احنا شايفينها دي سوبر ورم بيبيعوا مثلا 70 واحدة ب 150 جنيه، 70 واحدة في علبة كده ب 150 جنيه. ده طبعا كلام الشيخ، كلام يعني الشيخ اللي بيبيع الدود. طبعا الدود ده يعني هو عامل عنده مزرعه بيقول ان هي عمليه مربحه جدا، لكن في هناك فرق بين دود السوبر ورم والورم العادي. في حاجه اسمها ميل ورم وفي حاجات اسمها سوبر ورم. السوبر ورم ده اللي هو بيبقى 5 أضعاف دوده الميل ورم، بتبقى حاجه اصغر من كده، هي نفس الدوده بس بتبقى مراحل اللي هي الميل ورم اللي هي الصغيره بتبقى ارخص من السوبر ورم، لان السوبر ورم بتبقى هي كبيره بتبقى خدت دورتها الكامله. طبعا الميل ورم بتبقى نسبه اللحوم فيها قليله، فعشان كده او الانساج اللي فيها بتبقى قليله، فعشان كده هي بتبقى يعني سعرها اقل من من السوبر ورم. كمان يعني عشان نعرف الفرق بين السوبر ورم والميل ورم، السوبر ورم دي يمكن نحطها في الثلاجه، لو حطيتها في الثلاجه ما بتموتش، لكن الميل ورم لو حطيتها في الثلاجه بتجمد وتموت. ده الفرق. طب احنا لو عايزين نعمل مزرعه، هي مراحلها بتمر ب4 مراحل. اولا دي اكبر مرحله او هي الاخر مرحله، بعد كده شايفين المرحله السوداء دي بتبقى دوده لسه ما طلعتش، بعد كده بتتحول اللي هي الدود صغير لخنافس، الخنافس بتتحول لدوده كبيره، يعني بتبقى بيضه اول حاجه، الكبيره دي بتتحول ان هي تتقشر تتقلب لمجموعه بيض، البيض ده بيتحول لخنفس صغير، الخنفس الصغير بيتحول لدوده ميل ورم، بعد كده بتبقى السوبر ورم. طب اللي عايز يعمل مزرعه يعملها ازاي؟ هي عمليه بيبقى حاطط زي ما هو حاطين كده بيتعيش في يعني اعلاف، زي ما هو حاطط كده ذره او مجموعه من الذره الشام او اللي هي الاكلات الحمام، وجبات الحمام، وكمان هي بتاكل البلح زي ما احنا شايفين كده والخيار والجرجير. هي ما بت ما بت ما بت يعني ما بتستخدمش الميه خالص في عمليه التربيه، لان هي ما بتشربش، هي كل اللي فيها لو الدنيا حر بتحط ازازه ميه ساقعه رطبه داخل اكلها، لكن هي ما بتشربش، هي الميه بتموتها. مع ارتفاع الحراره لازم ان احنا نساعد على عملية التبريد ليها، لأن هي بتموت من ارتفاع